وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل مصطفى عبد الله مراسل النيل من فيينا. الزميل مصطفى، صباح الخير، كيف تتابع سير جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ وأيضا التسهيلات المقدمة للمصريين لحثهم على المشاركة والإدلاء بأصواتهم؟ صباح الخير أستاذ عمرو، على صباح حضرتك الخير. وعلى السادة المشاهدين الكرام. هو استأنف صباح اليوم الاثنين تصويت المصريين بالنمسا في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، وده من خلال البريد، يعني ما فيش حد بيجي على السفارة. وطبعا يعني الرصد بيتم بعد وصول الخطابات اللي هي مش ممكن تكون يعني وصلت النهاردة، لأن امبارح كان زي ما حضرتك عارف ويكند الحد كان إجازة، فهتبدأ يعني الخطابات توصل من النهاردة ويبدأ فتحها. والحقيقة المستشار الوزير المفوض حازم اللي هو القائم بأعمال السفارة عشان لسه السفير الجديد ما وصلش، أكد على إن استحقاق انتخابات مجلس الشيوخ ده استحقاق مهم، وخصوصا إنه بيتم في ظروف استثنائية، ولذلك بيطالب كل المصريين بالنمسا وبالخارج عموما ضرورة الاهتمام بهذا الحدث الديمقراطي، وضرورة الإدلاء بأصواتهم عبر البريد، لأنه بيتم كمان في ظروف غير طبيعية بسبب حظر التجمعات بسبب جائحة كورونا اللي بسببها أيضا الحكومة النمساوية واخدة إجراءات احترازية كانت سبب في ان ما حدش يروح السفاره لتامين وسلامه المصريين والنمساويين المقيمين بالنمسا. الحقيقه ابناء الجاليه المصريه في النمسا كلهم بيشيدوا بالجهود في داخل مصر وبتحركات مصرنا الحبيبه اللي ممثله في القياده السياسيه برئاسة الرئيس الإنسان البطل عبد الفتاح السيسي. صحيح. وربنا يوفق مصر باستمرار. آمين يا رب. للتقدم والازدهار. آمين. الزميل مصطفى عبد الله كنت معنا، شكرا جزيلا لك.